الشخص الإيجابي يعمل، يبذل، يجتهد، لا يتوقف، لا بد من جهد بدن، لا بد من خطوة إلى الأمام. كل شيء له سبب، سبحان الله. لا بد من عمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة، أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابري والنحل، القناة التعليمية العكبر البروبليس، مادة مهمة في حياة النحل ومادة مهمة في صحة الإنسان، يعتبر أفضل مضاد حيوي على وجه الكرة الأرضية. سؤال: لماذا يقوم النحل بجمع هذه المادة وما أهميتها بالنسبة للنحل؟ لكن ما هي المخاطر التي يمكن من خلالها أن يقوم النحل بجمع هذه المادة وتكون مادة خطيرة على صحة الإنسان وعلى النحل كذلك؟ هناك محاذير للأخ النحال حول الانتباه إلى النحل ومراقبته جيدا، ومن أين المصادر التي يأتي بها بهذه المادة. محاضرة قيمة مقتضبة للأستاذ الفاضل الأستاذ عايش الأهدل من اليمن، فكونوا معنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذنا الحبيب. مثل ما قال أبو الحسين، الكلام صحيح، النحل يجمع من الإطارات مادة البروبيلس، كذلك يجمع من الطريق، من الرصدة، من الإزفلت، يجمع بروبيلس خصوصا في المناطق الحامية، كذلك يجمع مادة البروبيلس من بقايا الطلاء خصوصا لمن يكون النحل بالمدينة. فلذلك مادة البروبيلس النقية لا تكون نقية إلا في منطقة حراجية بعيدة عن المدن، بعيدة عن القرى، لا يوجد في بها أي شوائب ممكن يضيفها النحل مادة البروبيلس. الحل في هذه الحالة على النحال إذا شاهد أي إطارات تالفة أو محروقة بجانب المنحل أو على بعد مسافة من المنحل، يقوم فورا بطمرها بالتراب، ما لف النحل سينزل عليها. كذلك مشكلة البروبيلس لمن يكون النحل موجود بمكان سكن أو بمدينة، أحيانا يكون محتاج للبروبيلس إذا لم يتدخل النحل، لأنه النحل ما يجمعش البروبيلس إلا الاحتياج. هناك 5 احتياجات تقريبا هي السبب في أنه النحل يجمع البروبيلس. من أهم هذه الاحتياجات دخول الرياح للخلية مباشرة، يسأل النحل إلى صد هذه الفتحات وتلاشيها بملء الفراغ بمادة البروبيلس. كذلك عندما تكون هناك رائحة مزعجة تزعج النحل، سواء كانت هذه الرائحة عبارة عن خيشة يضعها النحال أو عبارة عن أي رائحة ممكن أنه تدخل للخلية، مباشرة يسأل النحل إلى جنب مادة البروبيلس لتلافي هذه الرائحة اللي تؤذي. كذلك في مشكلة أخرى وأتمنى أن الزملاء ينتبهون لها، عادة لما تكون الإطارات مغرة وهذا الغراب في بريحة، مباشرة النحل يجمع مادة البروبيلس للتخلص من هذه الريحة، وهذه مشكلة نعانيها دائما. كذلك المشكلة الأخرى لمن يكون هناك في خشونة في سطح في جدار الخلية أو خشونة في الإطارات نفسه، يسأل النحل إلى دهنها بمادة البروبيلس للتخلص من الخشونة اللي تأذيه وتأذي الملكة أثناء حركتها. فأرجو الزملاء أن يتنبهوا لهذا الأمر. مشكلة الإطارات لما تكون مضاف، عادة الزملاء اللي يقومون بصناعة الإطارات يضعون غراء في الأماكن في أركان الإطارات لتثبيتها قبل التسمير، ويسمرها وهي مغرة. فهذا الغراء إذا كان له ريحة، النحل مباشرة يسأل التخلص من هذه الريحة بدهنها بمادة البروبيلس، وهذا اللي يظهر على الإطارات نشاهده دائما. كذلك خشونة الإطارات تستدعي أن النحل يدهنها بمادة البروبيلس، فعلى الزملاء التنبه لذلك حفظكم الله.